مشوار رغم طلاوة التيار رغم صعوبة المشوار رغم طلاوة التيار سنعمد نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن سنعمد نحن يا وطني لنعبر حاجز الزمن عزيز أنت يا وطني رغم قساوة المحن عزيز أنت يا وطني برغم قساوة المحن برغم صعوبة المشوار رغم ضراوة التيار برغم صعوبة المشوار حياتك كلها قيم حياتك كلها قيم تتوج همة شماء حياتك كلها قيم حياتك كلها قيم تتوج همة شماء وكم في الخلد من شهداء
بك النيل، بك النيل، النيل، لك النيل الذي أرسى، بك النيل الذي أرسى لدنيا المجد أوتادا، بك النيل الذي أرسى لدنيا المجد أوتادا، حضارات به كانت لنور الحق ميلادا، بك النيل الذي أرسى لدنيا المجد أوتادا، حضارات، بك النيل الذي أرسى لدنيا المجد أوتادا، حضارات به كانت لنور الحق ميلادا، حضارات به كانت لنور الإنسان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني، وتحمي عزة الأوطان يا وطني، يا وطني 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 إذا ناديت نحن فداك، نحن فداك يا وطني يا وطني يا وطني عزيز يا وطني مساوة المحن، عزيز أنت يا وطني برغم مساوة المحن، برغم صعوبة المشوار ورغم ضراوة التيار، برغم صعوبة المشوار ورغم ضراوة التيار، سنعمل نحن يا وطني عزيز أنت يا وطني، يا وطني رغم قساوة المحن، حب الأم وحب الوطن كلاهما متشابه في العطاء وفي الفناء وأنهما بلا أي مقابل. سننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. دائما الخطأ ما مبرر لاستمرار التو، ودائما في مجال لكل بداية، أنت فقط اللي بتقرر متين وكيف ده. معنا عبر الهاتف نظرا لصعوبة الوصول لنا داخل الاستوديو الأستاذ أمير خلف الله مدرب التنمية البشرية. مرحبا بك يا أستاذ. أستاذ أمير مرحبا بك معنا. يا أهلا وسهلا أستاذ أمير. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير يا أخي. الحمد لله رب العالمين. اللهم أمين. الله يديكم العافية. كيف الصحة والأخبار يا الله عليك. يكرمك أستاذ أمير. نحن نتاج لتراكمات، سواء كانت تراكمات مشاعرية، تراكمات للبيئة اللي حوالينا، نحن نتاج لتراكمات. فبالبداية خليني أتكلم معك عن أنه كيف أنا أتعامل بشكل نفسي سليم مع التراكمات دي قبل ما ندلف لموضوعنا الرئيس. أولا في البدء أحيي الشعب السوداني بمناسبة الاستقلال المجيد
وربنا يعيد علينا ان شاء الله سالمين وامين. البلد تكون في اتم الاستقرار، وربنا يهدي الاوضاع ويفتح النفوس ويجعل بيناتنا المحبه والموده رفعه هذا الوطن باذنه تعالى باذن الله. والله يا اخي الفاضل، انا الشيء اللي عاوز اقوله انه التحديات داكم هي ما بتنتهي، وحاجه بقت في حياتنا شف مع الوضع الراهن ملازمانة يعني. نعم. فيقول احنا ما عندنا حل الا نقوم نحاول نتعامل معاه او نحاول الظروف عشان نقوم ننجز. يعني مثلا اذا مثلا في قلنا مثلا جاي حق بتاعت كورونا مثلا، لو نحن قمنا نقفل المدارس يكون كده عطلنا مسيرة الحياة، او عطلنا الشباب ديل في انه يقوموا يواصلوا المسيرة بتاعتهم التعليمية. نعم. لكن احنا بعد ده نحن اذا بامكانياتنا دي نضع كيف حنقوم نتعامل مع الظرف ده، يعني ما نقفل لكن نتعامل، نحاور الامور دي او نحاور العقبات دي على سيد نقوم شنو نصل بدون ما نقوم نلغي الحاجة نهائيا، ودي فيها مشكلة بالنسبة لنا وبالنسبة لأولادنا وبالنسبة لشنو الشعب عامة بشكل. فأنا ضد إنه أقوم يعني التحدي ده أكون بالنسبة لي رهين. نعم. لكن أحاول دائما أجتهد في إنه أنا أقوم أتجاوز المحنة كويس في شنو في وأنا شغال، ما أتجاوزها وأنا واقف. يعني أنت بتدعو إنه الناس لما تتعامل مع أزمة بشكل أو بآخر تكون شغالة على إنها تحل الأزمة، ما ترقد في البيت وتكون منتظرة الحل. بالضبط كده. نعم. وده الرأي السديد، لأن أصلا التحديات في الحياة بتنتهي أبدا فعلا. ما بتنتهي. أنا لو قلت أحاول إنه أقوم أقول يا أخي بكرة الأمور بتتصلح، بكرة وبكرة وبكرة. نعم. يعني الأمور دي ما تتصلح. أعمل شنو أنا؟ حكون عطلت شنو؟ المسيرة حق الحياة بتاعتي أنا، فبالتالي أنا لازم أقوم شنو؟ أضع لي حلول وأكون شنو؟ شغال في نفس الوقت. لكن يا أستاذ يعني مرات كثيرة أنت لما تكون معرض لضغط نفسي بيكون ما عندك حيل حتى عشان ما أنت تقوم وتأدي شغلك. والله أنا معاك، هو الضغط النفسي ده موجود يا أستاذنا، لكن تقبل قضية أنا ذاته برضو كمان ما أكون يعني أنا أقوم أدعم نفسي، أنا أقول أشيل نفسي ده شنو؟ النفس ده ما أصلا وهم، أنا أتوهم الحاجة إنه واحد أقدر أعملها فعلا كويس؟ بالتالي دي ممكن تكون بالنسبة لي شنو؟ دافع معضلة أو تعطلني صح؟ فعلا. لكن أنا الأفضل إذا أقول شنو؟ ما أشتغل بالجوانب دي وأحاول أشغل نفسي كويس؟ بحاجة أعظم وأكبر من الحاجة اللي أنا فيها. مثلا انا مثلا معلم في المرحله الثانويه، طيب تعبان نفسيا من حاجه معينه، نعم الحاجه التعبان منها دي بخليها برا، مجرد ما دخلت الحجره حقت الدراسه دي مفروض بعد مشاكلي كلها اخليها شنو؟ اخليها برا. هم القادرين يزيلوا الالام والاحزان والحاله النفسيه اللي انا فيها عشان هم يقدم لي حاجه وهم يقوموا شنو؟ يرتاحوا. اوكي طلعت ممكن ارجع لبرنامجي ثاني. عشان كده أنا في البداية عاوز أقوم أرجع لك في الكلام بتاع البداية، قلت لك أنا أقوم أحاول أبلغ على أنا عايشة، لكن والله أنا قدامك رقم معلم، والله المفروض ما أكتب ألف لو قمت اشتغلت بالحالة النفسية حقتي أنا. هو فعلا يعني ما في زول فينا حياته خالية من المشاكل، كلنا كل حياة يعني كلنا معرضين لمشاكل، المشكلة بتبقى في إنه كيف إحنا نتعامل مع المشاكل، يا بشكل إيجابي يا بشكل سلبي. لكن مرات كثيرة عشان نكون واضحين الإيجابية حتى بتكون كلمة فضفاضة ومنفصلة شوية عن الواقع، يعني لما أقول لك يا أخي خليك إيجابي، مرات بتحس إنه الزول ده قصده يا أخي انفصل عن الواقع شوية، فتعليقك شنو حول الموضوع ده؟ والله يا أخي أنا كنت بقول لي خليك إيجابي، انا بكون من تكون سلبي اكيد طبعا، ابغى اكون سلبي ايوه، اكون أكيد. ايجابي في الواقع انا عايشه اكيد. مثلا انا في دوله زي السودان، وفي دوله مثلا عايش في دوله مثلا عظمى، ده اكيد ترتيبات وحاجات والبيئه هناك ما نفس البيئه انا، لو قمت انا حاولت اخط مقارنه بالوضع بتاع الزول العايش في الدوله العظمى ده وانا عايش هنا في الدوله الدريتات دي كويس، اكيد بكون شنو؟ ما حكون منهار، ما حكون اعمل اي حاجه طبعا تمام. لكن انا اقوم اخذ في حاجه في بالي حاجه واحده، انه الليله انا عايش لي في بلد وضيعه كده خلاص، غدره كده غدره يكون كده، انا حاول اتعامل مع الغدر ده بوضعه ده وبفهمه ده، اكون ايجابي كويس. الحاجه الثانيه بقوم برجع للزمن مره لورا شويه بشوف انا بقدر كنت شنو مثلا قبل لي السنين دي فعلا كان كيف خلاص،
اقوم اشوف الحاجات السيئه اللي كان حصل مثلا في السنوات الماضيه وانسي حاليا كويس دي تجاوزتها دي دفعه ايوه دخلت انا اكون شنو في حاله نفسيه برضه شنو ايجابيه فعلا. فيقبل انا في النهايه بقول لك صدقني الحياه دي تحتاج فقط لان انا اقوم كويس اتعامل بس معاها كويس بالمحاوره بالمراوغه فعلا. بس هي مرات كثيره حتى المشاكل اللي بتطرأ علينا هي بتكون مؤشرات لحلول او لمشاكل جوانا اخرى، يعني من خلال الازمه اللي بنمر بيها انت بتكتشف شخص ثاني جواك انت ما كنت عارفه. بالضبط كده بالضبط كده واضف الى كده ذات المحنه والواقع الحاجه دي بتديانا بتخليني ذو القوي فعلا. انا بكون ذو القوي ذات لما اكون في وضع ما مريح واجتهد اوصل الاخرين كويس ادينا الحاجه المفيده واقدم لين افضل ما عندي بالوضع اللي ما مريح ده دي ذاته بالنسبه لي انا في الدنيا تشغلني بشنو؟ بالمتانه وبالصلابه والتجاوز التحديات. فيقول احنا ما ممكن شنو؟ ابدا نقول احنا حنرتاح، ما حنرتاح، ربنا ذاته سبحانه وتعالى قال ولا تخرب الانسان في كبد، خلاص. الكبد ده بعد ده يتفاوت الشخص لاخر من واقع لاخر من دوله لاخرى من مجتمع لمجتمع. يقول احنا نخد في راسنا الحاجه دي. كويس؟ كون نقول احنا عاوزين نكون ناس مرتاحين. وانا والله مرات بحس بنفسي لو الزول عاش حياته كله مرتاح ما عاد هو ما عاش صح ابدا ما عاش صح. هو دائما الاتزان هو المهم يعني انت آه يعني كل ما تتوازن في الحياه كل ما حياتك بقت احسن. ولكن خليني اعلق لك تعليق صغير، يعني كثير من الشباب بيكونوا حاليا عايشين ازمه نفسيه كبيره جدا، مستقبل مجهول وغير معروف، وضع اقتصادي سيء جدا، يعني كثير من الازمات بتاثر نفسيا في الشباب بشكل كبير، فانا كشاب واحد منهم انا كيف اتعامل مع الموضوع ده؟ والله يا عزيزي غالي تعرف انا فاهمي بالنسبه للشباب اختلافي معهم في حاجات كويس واتفاقي معهم في حاجات. الشباب في الوقت الراهن هنا في بلدنا السودان نعم. شباب مكافح وناضج كويس في اجل شنو من اجل حاجه معين او طموح معين داري يكون شنو يصليه تمام؟ نعم يلا يقبل بعد ده انا اجيك للنقطه الجميله انا اجتهد كويس في ان انا اقوم اتغلب على الحاجه دي. طيب الطرق كثيرة يا ريت تركز لي على الطرق دي هاي الطرق كثيرة تمام؟ عشان اديك مثلا نموذج اديني نموذج اللي احنا الشباب ديل مثلا البطرة في المواكب راح يقوموا يغيروا الوضع الماء مريح بالنسبة لين ده وده حاجة باعتبار شنو برضه عمل كويس انا والله اعتز بيه وافتخر بيه وربنا يحفظهم كويس ويسدد استطاعنا ان شاء الله يوصلوا الحاجة اللي هم عاوزينها لكن ليه بتكون في نسبة تناضل في الحاجة دي والنسبة الثانية تحول العمل الآخر. أنا أديك مثال القطن حاليا القطن حاليا في المصارع ما لاقي عمالة فعلا ما لاقي عمالة ما هو تحدي فعلا أحيانا أصل لغريبي أصل لشنو وأرتغي بالبلد دي تمام فعلا. دايما نقول 25% من الشباب ديت يقوموا يتحولوا لطاقة بتاعت إنتاج كويس يقوموا يسدوا لنا المشكله الفجوه اللي احنا عايشين فيها دي المشكله اللي عايشين فيها دي اللي هو اللي جد بعد مثلا قطع القطن هي تبقى بعد ذاك حته بتاع شنو؟ بيقول انا عايز ارفع البلد، البلد ده ما الا ارفع انا اقوم اخورك في المواكب ولا اقوم اصرف في الماكو بس لا لا ليه نحن ما نقوم نحاول نخش في برنامج بتاع تنسيق كويس لاعمالنا كلها تمام؟ دي حاجه عسلي من الاشياء اللي شنو؟ اللي مثلا انا بقوم فيها طيب تمام ال 25% ديل كويس انا متاكد ديل كافيين يقوموا يصلحوا نفسيات الاخرين، والله احنا عملنا ونحن سوينا ونحن انتجنا ونحن وانتم والله هنا برضه وانتم بايدكم، يلا بعد ده هنا انا اكد لك ده حتكون تسيت مشاكل كثيره حق شنو؟ حق مشاكل اقتصاديه ومشاكل شنو؟ يعاني منها الشباب، اذا في النهايه الشباب دي هم ذاتهم محتاجين لشنو؟ لناس يقودون بفهم سليم، بفهم نزيه، بحب للوطن. طيب استاذ امير يعني احنا في خواتيم هذه الفقره، يعني انا عايزك تديني ملخص لكيفية التعامل النفسي السليم مع أي أزمة بتمر بينا مع أي تحدي بيمر بينا نحن في حياتنا بشكل عام. والله يا أخي أنا نمرة واحد بالنسبة لي لا 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 الحاجات اللي بمر بيها وبتعزمني نفسيا أنا بالنسبة لي يعني بقوم بشوف نمرة واحد كويس أنا إذا كنت مثلا شنو مريض مثلا مريض ما قادر على الحركة مصاب نعم بطلقة كويس مكسور كسرة مثلا ما قادر امشي ما قادر اتحرك كويس دي ما حاجة اظن اسوأ من شنو من الواقع اللي انا عايشه بعد ده بكون معطل تماما من الحياة كويس دي
هنا ممكن تزرع فيني شنو حبه مشاد حبه حيويه ارجع لاوروبا شويه اقول الحمد لله رب العالمين انا شنو سليم كويس. ده ممكن شنو تديني دفع. الحاجه الثانيه كويس انا عشان اقوم كويس اي حاجه اعملها لازم احدد الهدف شنو الضرر اللي من الشيء اللي بعمله ده. طيب احنا عارفين يا شباب انتم شغالين في مواكبكم في مسيرتكم عشان تقوموا تحققوا طموحاتكم. الطموح ده هيتحقق ما بعد الهدف بتاع انكم انتم تكونوا قايدين البلد دي في شنو كويس. انت قاعد تقوم تعيش حاله نفسيه وتفكر في اشياء ما بتفيد. انت فكر في انه بعد داخل بيحصل شنو، كيف احنا نغير المجتمع، كيف نغير الطريقه حقت المجتمع، كيف نغير انفسنا نحن على الاقل انفسنا. ايوه بالضبط كده احنا محتاجين لنظافه ذات في ذاتنا كويس. نزرع الحب في بيناتنا، نزرع الاخاء في بيناتنا، نخلي الحق كويس تشجع الاخرين، نخلي الانتقادات الناجحين كويس. انا ادعم الزول اللي عنده حاجه بسيطه ادعم واخليه يمشي لفوق كويس، والزول اللي فوق ادعم واخليه يقدم للاخرين كده كده شيء كده بالطريقه دي فعلا. كويس احنا دائما شنو نحاول نفتخر بالناس اللي حوالينا الاحسن مننا كويس. ده هم اللي بيقدموا لنا لما احنا نجيب جنبهم ولما احنا شنو نساعدهم. طيب يا اخي انا من هنا بقول لك لو انا عندي نقطه محدده مثلا كان كنت فاشل فيها مثلا شفتها في الاخر نجحها في صديق في اخ في جار في غيره يا اخي انا مالو ادعم الزول ده. انا متاكد الزول ده حيكون يجيب لي الحاجه دي راجعه لي انا بطريقه شنو غير مباشره كويس. اذا احنا محتاجين نوظف شنو نفسياتنا اول حاجه احنا نتعامل مع شنو مع الواقع النفسي يا استاذ. فهذه الحاجه اللي انا داير اقوم شنو اوصلها كويس. يعني اللهم آمين. شكرا جزيلا أستاذ أمير خلف الله مدرب التنمية البشرية، شكرا جزيلا لك. اللهم آمين يا رب. شكرا لسه مكملين معكم مشاهدينا الكرام مشوارنا لهذه الحلقة. فاصل إعلاني ولكم عودة.